بخطى وثيقة يسير الطفل محمد 13 ربيعا بعكازين نحو مدرسته، فقدمه التي فقدها باستهداف الاحتلال له أثناء مشاركته في مسيرات العودة الكبرى جعلته يؤمن بأهداف الاحتلال من وراء هذا البتر، فمحمد لم يعد قادرا على مواصلة حمل حقيبته المدرسية ليستعين بغيره في ذلك. أنا تصوت مسيرات العودة أدت لبت الرجلي وحستمر في التعليمي، اللي أتفكر أني حوقف تعليمي حربهم بالعلم والقلم. الطفل أبو حسين وحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة بغزة هو واحد من 3600 طفل أصيبوا برصاص الاحتلال منذ بدء مسيرات العودة، في تجاهل واضح لكل المواثيق والأعراف التي يمكن أن تحمي أطفال فلسطين. هناك فجور في ممارسة الجرائم في هذا المكان من العالم، لا سيما بحق الأطفال، وأعتقد أن الآن الموضوع برسم المجتمع الدولي، هناك محكمة جنائية يجب عليها الآن القيام بالتحقيق، أعتقد أن ما قدم لها من معلومات كاف للبدء الفعلي في التحقيق. الأمم المتحدة هي المسؤولة الأساسية بصفتها القوة الأخلاقية الأكبر في هذا الكون للانتصار لهؤلاء الضحايا. تعمد الاستهداف لمن هم دون 16 ليس وليد اللحظة، بل سجلت المراكز الحقوقية عشرات الآلاف لمثل هذه الحالات منذ بدء احتلال الأراضي الفلسطينية. رغم التحذيرات الدولية بمعاقبة من يستهدف الأطفال أو يحاول أن يقضي على مستقبلهم، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في استهداف الطفولة الفلسطينية كما كل شيء فلسطيني، فهو كما المعتاد يضرب القانون بعرض الحائط. محمد أبو ناموس، الغد، غزة، فلسطين.